تحية طيبة مشاهدي الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة المستمرة حول النتائج شبه النهائية أو شبه الرسمية في الانتخابات الإسرائيلية بعد يوم من الاقتراع في إسرائيل. أرحب هنا بالضيوف في الاستوديو وأبدأ بك السيدة تامة الإعلامية والمحللة السياسية، مرحبا بك. النائب السابق عن حزب العمل السيد زهير بهلول، مرحبا بك. والسيد إيهاب جبرين الإعلامي والمحلل السياسي، مرحبا بك. دعونا نشاهد هذه النتائج شبه النهائية والرسمية للانتخابات الإسرائيلية على النحو التالي: تعادل بين حزبي كحول لافان وحزب الليكود ب 32 مقعدا، القائمة المشتركة ب 12 مقعدا، إسرائيل بتينو بتسعة مقاعد، حزب يمينة سبعة مقاعد، يهدوت هتوراة ثمانية مقاعد، شاس ثمانية مقاعد، العمل جيشر ستة مقاعد، والمعسكر الديمقراطي خمسة مقاعد، بينما لم يعبر حزب عثمان يهوديت نسبة الحسم. فيما يتعلق بالمعسكرات في إسرائيل والنتائج التي ترتبت عليها: معسكر اليمين والمتدينون 56 مقعد، إسرائيل 209 مقاعد، الوسط واليسار 43 مقعد، والأحزاب العربية 12 مقعدا. أعود للضيوف هنا في الاستوديو. سيد زهير، أبدأ معك، كيف يمكن قراءة هذه النتائج شبه النهائية والرسمية في إسرائيل؟ أولا، التعادل أو شبه التعادل الذي نشأ من خلال هذه الانتخابات مرتين خلال أقل من نصف سنة يشير إلى الأزمة العميقة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، والذي لا يعرف أن يخطط أو يقوم بترسيم هوية هذه الدولة. اليمين الإسرائيلي ضعف نوعا ما من خلال هذه الانتخابات كما كان في السابق، كما كان في الانتخابات الأخيرة، ولكنه لا يستطيع في مثل هذا المشهد بأن يشكل الحكومة. الوسط واليسار، وأنا رأيت بأنكم اقتلعتم القائمة المشتركة من هذه الكتلة ويترتب عليكم بأن تضموا هذه الكتلة، رغم أن هناك تنكر لحق الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، ويبقى اللاعب المفتاح والمحوري في هذه اللعبة الديمقراطية طبعا أفيغدور ليبرمان. نعم، طيب، مع تسعة مقاعد. نعم، طيب سيد إيهاب، أنتقل إليك. قراءتك للتصويت في المجتمع العربي، هذه النسبة من عدد المقاعد للقائمة المشتركة، إلى أي مدى يمكن القول بأنه نجاح في المجتمع العربي؟ بداية، هو نجاح للمجتمع العربي وإخفاق للأحزاب العربية، هذا ما يمكن أن نتطرق إليه تحديدا في مثل هذه الحالة. هذا ما عكسته التجيش الذي كان في الشارع العربي نزولا عند مثل حالات الطوارئ، وهذه ليس بجديد على الشارع العربي في إسرائيل تحديدا، وأنه شعر بأنه مستهدف. ومما ساعد في خلق هذه الحالة يجب أن نشير إلى اليمين وإلى خلق، لم يكن هنالك أبدا أي فترة انتخابية بهذا الزخم في مخاطبة أو في تخويف من الشارع العربي ككل. حتى يوم أمس، حتى بعد النتائج وفرز النتائج، أول ما هاجمه نتنياهو كان الأحزاب العربية والمجتمع العربي ككل كذلك. يعني بجملة واحدة نستطيع أن نقول أن هناك ابتزازا للمشاعر في الانتخابات للقائمة المشتركة، ولا قناعة أو إقناع المواطن الحيادي أو الموضوع بأن يصوت بناء على معايير. صحيح جدا. طيب، دعونا ننتقل إلى الناصرة حيث يتواجد مراسلنا بليغ صلاحدين. بليغ، مرحبا بك معنا. في البداية، كيف تلقت الأوساط العربية أو المجتمع العربي في إسرائيل هذه النتيجة شبه النهائية فيما يتعلق بعدد مقاعد القائمة العربية المشتركة؟ صباح الخير مهند والمشاهدين. طبعا انا متواجد هنا في يعني قريب الى وسط البلد في مدينه الناصره، والاجواء اجواء الفرحه سمعناها من الشارع، من قلب الشارع، والتي رايناها طبعا امس في مقر القائمه المشتركه في مدينه الناصره. وانا شخصيا كنت متواجد في قريه المغار حيث تواجد ايضا رقم 12 وهو طبعا جابر عساخلي من القائمه المشتركه، وعلى الاغلب حسب النتائج الشبه النهائيه وسوف يدخل ايضا الى الكنيست. فمعي متواجد هنا طبعا مواطن من مدينة عين ماهل، مرحبا بك. الاسم؟ الاسم يحيى الشاني. أول شيء أهلا وسهلا فيكم في مدينة الناصرة، أنا من قرية عين ماهل يحيى الشاني. إحنا مبسوطين باللي صار، العرب صار في عندنا كلمة واحدة، توحد واحد. إحنا ضد العنصرية، إحنا مع السلام وحابين السلام، مش حابين الاستسلام. حابين إنه إحنا العرب صار في عندنا مقعد في الكنيسة، حاجة ما في عندنا هدم بيوت، حاجة ما فيش عندنا شوارع، حاجة ما فيش عندنا عنصرية، لأنه إحنا بدنا حقه، حاجة نروح على القدس يسكروا علينا الطريق. إحنا صار فينا إشي بالكنيسة يحكي باسمنا، حبنا. إحنا مش ضد نتنياهو ولا ضد جانس، مش ضد جانس،
احنا رجال سلام، بنحب السلام، بدنا نعيش، بدنا التعايش، بدنا اولادنا التطور، بدنا اولادنا يلحقوا الانترنت، المحاسبين، احنا بدناش نعيش منظر كل وقت احنا بضغط نفسي، رايحين على البحر بضغط نفسي، رايحين على القدس بضغط نفسي، لا، احنا بدنا السلام، بدنا الشعبين يعيشوا مع بعض ونعيش بتعايش منيح، واحنا كثير مبسوطين، كثير نفسنا عن راينا انه صار في عندنا كلمه، هالمره 13 مقعد، ان شاء الله السنه الجاي مره الاربع سنين الجايه 23 مش 13، لانه صرنا نفهم مع بعض ونحب بعض، والى الامام لقدام احنا حابين الكنيسه اليهوديه والكنيسه الاسرائيليه يعرفوا مين العرب موجودين هون ومين اليهود. انا مش ضد نصيره عريض ولا ضد الابيب ولا ضد، انا حاب كيف انا ماشي بالناصري امشي باي محل بدون عنصريه، هويتي زرقاء وين ما بفوت يحترموني مشان نحترم بعض ونعيش شعبين مع بعض ونحب السلام. ما برايك كان العامل لرفع نسبه التصويت في المجتمع العربي التي كانت يعني احدى الامور التي دائما تحدثوا عنها ايضا في الانتخابات السابقه وايضا في هذه الانتخابات، ما كان هذا العامل؟ نعم، الانتخابات اللي سابقه فرونا العنصرية تعيدهن، فرونا هدم البيوت، فرونا شباب سكارة، فرونا انتفاضة، صرنا نطلع على الشارع بكآبة. المرة هاي الأعضاء الكنيسة العرب مثل أحمد طيبي، مثل أيمن عودي، مثل زحالقة، كل حكوا بمدوا يدهن للسلام، تفضلوا، في صير مشكلة في عين مال، مثلا احنا في عين مال عندنا نسبة أكثر أرض مصادرة في التاريخ، يعني عندنا فوق 25,000 دلم تابعات لنصيرة عيد، ابن نصيرة عيد يجي من رومانيا، يجي من بلغاريا، يجي يسكن في نصيرة عيد، وأنا أرضي مسكونش عليها، بحق مجبور أمشي وراي منعودي، مجبور امشي احمد طيبه مشان احنا نشوف مستقبلنا لقدام، بلاش مستقبلنا اليوم عمري 45 سنه، بدي اشوف مستقبل اولادي لقدام، انا حاب اولادي يعيشوا بتعايش بسلام، بلاش نعيش احنا بحروبات وقتل اولاد واطفال، احنا حابين نعيش، وهي اعضاء الكنيسة تساعدونا كثير كثير، وحابين نعيش لقدام شعبين مع بعض ونعيش تعايش وننبسط ان شاء الله. في الانتخابات السابقه وايضا في الانتخابات كان هناك حمله مقاطعه في المجتمع العربي للانتخابات، يقولون ان هناك بديل لوجود وجود أعضاء كنيسة عرب أو ممثلين للجمهور العربي في الكنيسة، ما رأيك بهذه الحملة وكيف تتطرق إليها؟ نعم، الحملة الانتخابية اللي كانت سابقة قبل أربع سنين كنا مستنيين نتنياهو، ونتنياهو كثير شد على العرب وكثير ضايقنا، تعال موضوع القدس، تعال موضوع الأراضي، تعال موضوع استحلال، موضوع هدم البيوت، موضوع كلياته، تأثرنا من نتنياهو لما بطل يرد على ليش؟ لأنه ضربها بعرض الحائط، وبالانتخابات اللي أجت هي موجود صار يقول بدنا نحول شمال بحر ميت، هي كدعاية انتخابية مش راح يساوي شيء، الكون بدي يعمر مش راح يساوي لا شمال بحر ميت ولا جنوب بحر ميت، مجبور يمديدوا للسلام، واحسن شيء في الدنيا السلام، والاعضاء الكنيسة العرب مديده للسلام، يصير دولتين، دوله يهوديه ودوله فلسطينيه ونعيش. شكرا، شكرا لك. اذا من مدينه الناصره نرى ايضا وطبعا وجوه الفرحه على او الفرحه على وجوه المواطنين، وذلك بسبب يعني وجود فعلا مع هذا الكم من المقاعد تاثير وقوه لاعضاء الكنيسة الممثلين للجمهور العربي. بليغ صلاح الدين من الناصره، شكرا جزيلا حتى هذه اللحظه لنقل الصوره من هناك. سيد زهير، اعود اليك من جديد، ذكرت قضيه الاحزاب العربيه ومعسكر اليسط الوسط واليسار، لماذا برايك يجب ضم الأحزاب العربية؟ اليوم شاهدنا تصريحات من قبل ليبرمان يقول بشكل واضح حكومة بلا عرب. كذلك بني غانتس يقول نفس الكلام بأنه لا يريد أن يضم غير صهيونيين إلى الائتلاف الحكومي. هذا على الأقل بما أجهر به سابقا. أنا أعتقد أن هناك حملة عنصرية في هذه البلاد ضد الأقلية العربية الفلسطينية. يا طبعا أنا أعتقد هذا منذ كيان هذه الدولة أو قيام هذه الدولة. في نهاية المطاف يترتب على السياسة الإسرائيلية أن تظهر بمشهد آخر، أن تعطي الحق للفلسطينيين، للعرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، بأن يكونوا جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي، سيما وأن السيد أيمن عودي كان قد أجهر وصرح ما قبل حوالي 3 أسابيع بأنه وتحت شروط معينة تكون القائمة المشتركة على استعداد تام بأن تكون جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي، وهذا قول أو هذا تصريح غير مسبوق، لم يكن تصريح من هذا القبيل من ذي قبل. أنا شخصيا كتبت أكثر من مرة، وآخر المقالات كان في جريدة هآلتس ما قبل حوالي 2 سنين، وقد طلبت الأحزاب الإسرائيلية بأن تقبل وتستوعب الأحزاب العربية بشكل طبيعي. نعم. نحن من مواطني هذه الدولة، ولا يمكن إقصاء المواطن العربي أو السياسي العربي. نعم. من الخريطة السياسية الإسرائيلية.
طيب أنتقل إليك سيدة تامي، إلى أي مدى يمكن القول بأن السيناريوهات باتت مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بتشكيل الحكومة؟ نشاهد بحسب هذه النتائج شبه الرسمية بأنه يوجد نوع من التعادل ما بين الحزبين الرئيسيين، هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا التعادل في المعسكرات، معسكر اليمين ومعسكر الوسط واليسار، هل هذا يقربنا من سيناريو حكومة وحدة وطنية؟ هذا سؤال جيد جدا، ولكن الواقع يجب أن يقال أنه لا يوجد فرق كبير بين ليكود وكحلف على الأقل من ناحية أيديولوجية. الحديث عن أحزاب متشابهة جدا، الفارق الكبير والعرقلة الوحيدة الكبرى هي بنيامين نتنياهو. بدون بنيامين نتنياهو مباشرة توجه لحكومة وحدة مع أكثر من 60 مقعدا، ولكن هذا لن يحدث لأن كلاهما لا يريد أن يكون أدنى من الثاني، وذلك هناك سؤال يطرح من ينضم، وواضح أن ليبرمان هو البيضة القبان، ولكن أعتقد أنه يوجد مصلحة لدى الحزبين الكبيرين الامتناع من انضم ليبرمان في حال شكل حكومة وحدة وطنية كي لا يحولوه من جديد إلى لسان الميزان وبيضة القبان، لأن ليبرمان هو اليوم عمليا المخرج الكبير للساحة السياسية للمسرحية السياسية الإسرائيلية، وهو الذي قادنا إلى هذه المعركة الانتخابية الجديدة، وهو الذي أيضا صبغها بصبغة الدين والدولة ونقاش الفصل بين الدين والدولة. ولكن في ظل كل النقاش المحتدم القائم اليوم حدث شيء مثير جدا، أنه بينما يتحدث نتنياهو عن عدم ضم أحزاب غير صهيونية هو يطرح على الطاولة مسألة ما هي حزب صهيوني. عندما يقول نتنياهو لن نضم أحزاب غير صهيونية إلى الحكومة ويقول عمليا لن نضم أحزاب غير يهودية ولا يتحدث عن الصهيونية، إذن الصهيونية هي شيء أوسع بكثير أو أضيق بكثير، يمكن أن تكون صهيونيا بين قوسين ليس بالمفاهيم السيئة وإنما الإيجابية، حيث الاعتراف حق الدولة الشعب اليهودي بدولته وفي أرض الشعب اليهودي. فهذه المسألة أن أيمن عادل اتخذ خطوات ذكية جدا في، وهو قد يكون السياسي البراغماتي أكثر براغماتية في السياسة الإسرائيلية، ويذكر ذكرنا بليبرمان بالقدرة على الحنكة السياسية. أعتقد أن أيمن عادل بالفعل يرمز إلى حالة ويشير إلى حالة أنه حان الوقت أن يعتاد المجتمع الإسرائيلي على أن يكون هناك آخرين وأشخاص مختلفين في الحكومة. سأعود إليك سيد دياب، ولكن دعني أنتقل إلى مراسلتنا أحلام عثمان المتواجدة في لجنة الانتخابات المركزية في مدينة القدس. أحلام مرحبا بك من جديد، هل من نتائج رسمية جديدة فيما يتعلق بهذا اليوم؟ نعم مهند، نحن نتواجد هنا من ساحات مقر الكنيست حيث تجري في الداخل عملية فرز الأصوات. حتى الآن تم فرز ما نسبته 60 فرز 28% من مجمل نسبة الأصوات البالغة 69 فرز 14%. المنافسة مشتدة ما بين حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وكخول لافان بزعامة بني غانتس. حتى الآن يحصل بالتساوي على 32 مقعدا حتى هذه المرحلة، ويتفوق كخول لافان بنسبة عدد الأصوات تجاوزت 1,000,000 صوت. أما القائمة العربية المشتركة فتحصل على 12 مقعدا. إسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان حتى الآن لديه 9 مقاعد، ويمينة بزعامة يلت شاكيد حصلت على 7 مقاعد، ولكن الحزب الذي لم يعبر نسبة الحسم فهو عثمان يهوديت حتى الآن. ولكن إذا ما تطرقنا إلى الأصوات اللاغية فهناك ما يقارب أو ما يفوق 22,000 صوت لاغي، وحتى الآن نسبة الأصوات الصحيحة التي تم فرزها يقارب 3,000,000 و832,000 صوت حتى الآن. هذه هي المعطيات التي لدينا مهند لهذه الساعة. جزيل الشكر عثمان. زميلتنا عثمان، أحلام عثمان، كنت معنا من مدينة القدس. نعود إليك في إطار هذه التغطية سيد إيهاب، أعود إليك من جديد. الحديث عن حكومة وحدة وطنية هذا أمر بات مطروحا بقوة، ولكن السؤال كيف وفي أي سياق؟ نتحدث هنا عن المتدينين والأحزاب المتدينة التي حصلت على نسبة تصويت أعلى لربما، ولكن في المقابل الحديث يدور عن قلة ثقلها السياسي إذا ما تم تشكيل حكومة علمانية في نهاية الأمر. نعم، هنا يجب الحديث أيضا عن عدة سيناريوهات لحكومة وحدة وطنية مع المتدينين بدون المتدينين.
المتدينين، وكيف إذا كان مع المتدينين كيف ستكون ردة فعل يائير لبيد؟ هل سيستمر في داخل الكتلة بالذات أن الحديث سيكون أيضا مع المتدينين والحريديم؟ الحريديم عفوا تحديدا الحريديم، هل سيستمر في هذه الائتلاف في ظل وجود الحريديم ونحن نعرف موقف يائير لبيد من الحريديم؟ هذا سؤال مطروح على الطاولة بطبيعة الحال. لكن هنالك سيناريو آخر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، أن بحيث أن نتنياهو لن يخضع لابتزازات ليبرمان، والأمور باتت شخصية أكثر مع بين نتنياهو وليبرمان أكثر من أن تكون سياسية، ويمكن أن يخضع لأمور أخرى على سبيل المثال مع ربما حكومة واحدة مع بيني جانس وما إلى ذلك. لكن مع ليبرمان إذا كان ليبرمان هو سوف يكون بيضة القبان، الأمور باتت هنالك أكثر شخصية. لذلك أنا أستبعد أن هذا السيناريو، هنالك سيناريو يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، ما زال لدى في جعبة نتنياهو كارت واحد لم يفزه حتى الآن، وكذلك هذا الكارت لم يصدر تصريحاته، عمير بيرتس الآن في وضع لا يحسد عليه بتاتا. حزب العمل في ظل وجود ستة مقاعد أظن أنه بحاجة ليس فقط للمحافظة على هذا الزخم، هو في المعارضة سوف يحافظ على هذا الزخم وربما سوف يندثر في ظل هذه المعارضة، لكن إذا كان جزء من حكومة سيكون لديه منصة أكبر لإنجازات وإبراز حزب العمل أكثر وأكثر. أظن أن ممكن هذا السيناريو وارد بالحسبان كذلك. طيب سيد زهير، بهذه النقطة هل يمكن اعتبار هذا سيناريو منطقي ومطروح على الطاولة؟ هل يمكن القول بأن عمير بيرتس رئيس حزب العمل يملك الورقة الأخيرة لبنيامين نتنياهو؟ هل تشير إلى إمكانية نزوح بيرتس إلى اليمين الإسرائيلي وإلى حكومة يشكلها بنيامين نتنياهو؟ أنا أستبعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف ستكون هذه بمثابة عملية ريكفيم، عملية ملاسم الاندثار أو الموت لحزب العمل نهائيا، وسيذكرون لعمير بيرتس هذا الأمر إلى ما لا نهاية وحتى نهاية هذه الدنيا. ولكن في السياسة الكل جائز، نحن لا نستطيع أن شاور رئيس حزب العمل أبي بأن في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة في الانتخابات الماضية، شاوروا في اللحظات الأخيرة وكان على وشك نعم بلا شك حزب العمل مرة بميتامورفوز، يعني مرة بمتغيرات دراماتيكية في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه كان يشكل الحكومات ب 44 مقعد في حينه، وبعد ذلك وصل إلى 24 مقعد حينما أنا انضممت إلى حزب العمل في انتخابات 2015، والآن بشق الأنفاس وصل إلى 6 مقاعد. ولربما هناك، أنت تعرف أن هناك مظاريف مزدوجة للجنود لم تفرز بعد، ولربما هناك في الحلبة مقعد ضائع. هذا المقعد إن وصل في نهاية المطاف إلى كحول لافان، فبإمكان الرئيس رئيس الدولة ريفلين أن يقدم ورقة الاعتماد لمحاولة تشكيل حكومة لبيني غانتس في مثل هذه الحالة. أنا أستبعد أن هذا المقعد سيذهب إلى اليسار أو الوسط، لأنه كلاسيكيا وتاريخيا مقاعد الجنود تذهب إلى اليمين بشكل عام. نعم طيب سيد تامي، أنتقل إليك من جديد. مش مقاعد اليمين، أصوات اليمين. أصوات اليمين. أنتقل إليك من جديد، هل يمكن القول بأن الفائز الأكبر في هذه النتائج حد اللحظة هو أفيغدور ليبرمان؟ واضح بالطبع. أفيغدور ليبرمان ليس أنه ضاعف قوته، وإنما هو تحول إلى إحدى الشخصيات المهمة والمؤثرة، ويبدو ظاهريا أنه بنظر معظم الجمهور وكأنه المسؤول البالغ المسؤول في الجماهير الإسرائيلية، الساحة السياسية الإسرائيلية، ولكن ظنون الشخصية هذا الشخصية وتاريخ تصريحاته هذا غريب جدا. عمير، بالنسبة لعمير بيرتس هذا غريب جدا ومستشعر كيف الكل يستمر بالحديث عن هذه الإمكانية، وكأن عمير بيرتس سيضم لحكومتين برئاسة نتنياهو بعد أن قال عمير بيرتس في عدد كبير من المرات أنه لن يفعل ذلك. وتاريخ عمير بيرتس السياسي يثبت أنه شخص يقول وينفذ أقواله. التي كانت تعتمد على سياسة الترانسفير الأيديولوجية لحزب إسرائيل بيتينو في العهد السابق لأفيغدور ليبرمان. زهير، أنت محق أن الارتباط بين أورو ليفي وحزب العمل ليس ارتباطا سهلا، ليس تواصلا سهلا، إنه معقد جدا وإشكالي جدا، وهذا صحيح. ولكن من ناحية أخرى أعتقد أن حزب العمل اختار أن يمضي في تشديد على الشأن الاجتماعي، ومن هذه المسألة رفع راية المساواة. وأورو ليفي ترتبط بهذه الشؤون رغم دعمها للقانون القومي، ولكنها كانت في حالة مختلفة. لا أريد الدفاع عنها.
عنها، ولكن اعتقد ان الارتباطات في اليسار يجب ان تكون مختلفه، ولكن هذه الارتباطات لا كانت. ولا يوجد اي سبب لنفترض ان حزب العمل وجيش سينضمان الى حكومه فلسطين، لان هذا سيعني القضاء على السياسه، ولكن في حال كانت نهايه الحياه السياسيه لعمل بيرس لندن. اريد فقط ان اقترح ان يكون هناك احتمال للحوار الجديد والنقاش السياسي الجديد، ان تحدث عن المتزايد المتزمدين تحدث عنهم سويه، ولكن هناك حزبان مختلفين، هناك اليهود يهودة التراء الاشكنازيين والشرقيين شاس، واريد ان قد اثبت انه يستطيع ان يتحدث مع ويتحاور مع المواطنين العرب وحتى ان يتشارك معهم. لذلك احدى المحادثات التي يجب ان تتم اليوم هي بين اري درعي وايمن عودي، لا اعرف من يجب ان يتصل بمن، ولكن المفضل ان يبداوا بالحوار بينهما. رسميا وصلت نتائج جديده، الليكود 32 مقعد وكحول لافان، لا عفوا 33 مقعد للليكود وكحول لافان 32 مقعد. قلت لك قبل ثوان معدودات، قلت لك ان المقعد الضائع في الحلبة سيذهب الى اليمين. طيب اذا نعاود ونصحح هذه المعلومه، لا 33 لكحول لافان و32 للليكود، والقائمه العربيه المشتركه 13. مقعد اقل 11 هو حتى اللحظه. ولكن دعني اقول بالتاكيد والتوكيد بأنه في ظل 33 مقعد مقابل 32 مقعد سيكون بمقدور رئيس الدولة أن يولي المهمة الأولى لتشكيل الحكومة على بيني غانتس، سيكون له أسهل، سيكون لديه أسهل، هذه المهمة ستكون عليه أسهل في القضاء، خسارة لكن على القائمة المشتركة التي فقدت مقعد مهم جدا. يجب أن نشير أن التفاعل الذي كان كما قلت هو ابتزاز مشاعر وليس ابتزاز موضوعي، في ظل وجود موجة في داخل الشارع العربي التي تريد اللغة الموضوعية والحوار الموضوعي أكثر وأكثر، تخاذلوا عن هذا، الانصاف كان عاطفيا ولم يكن موضوعيا ابدا. طيب سيد زهير انتقل اليك من جديد، يعني هذه النتائج، الحديث يدور عن امكانيه ان يعطى بيني غانتس فرصه تشكيل الحكومه، ولكنها تبقى مهمه صعبه شبه مستحيله تقريبا، لانه شرعنه القائمه المشتركه هي ايضا مهمه شبه مستحيله في مثل هذه الحاله، ولا يمكن تشكيل الحكومه بدون الاحد عشر مقعدا. انا اعتقد بانك جئت الان بخبر دراماتيكي ومهم جدا، لان كحول لافان هي البديل امام بنيامين نتنياهو، وهي بارقه الامل بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي باطاحه بنيامين نتنياهو الذي يحمل على اكتافه العديد من الملفات، وسينبري امام المستشار القضائي للحكومه في 2 أكتوبر الوشيك، يعني بعد ايام معدوده. انا انجاز لي ان اسدي بنصيحه لبنيامين نتنياهو، اترك الساحه السياسيه لاصحابها الجدد، انت كنت رئيسا للحكومه خلال 13 سنة، تكفي هذه الفترة، دخلت التاريخ، استبقت دافيد بن غوريون وأنت في المرتبة الأولى، إذن التفت وتريث أمام ملفاتك وحاول أن تقنع المحكمة الإسرائيلية. ماذا تفاوض مع فيكتور ليبرمان؟ فيكتور ليبرمان قائم بكل الأطر، هذا هو الذكاء الفذ لليبرمان. ليبرمان الآن يستطيع أن يلعب الكرت أو الورقة الرابحة مع بنيامين نتنياهو أو مع الليكود، يستطيع أن يراوغ بنفس الورقة مع بيني غانتس، هو يستطيع حتى في سيناريو مقولب دراماتيكي غائب عن مشهد الناس أن يكون في نهاية المطاف حتى رئيسا للحكومة الإسرائيلية. ما تمرد. هذا سيكون سيناريو دراماتيكي جدا جدا، لكن يجب ان نشير ان المعسكرات هي تحديدا التي بناها بروتاتسيا التي بناها بيبي التي بناها نتنياهو، بنى معسكر نتنياهو ومعسكر ما هو ليس نتنياهو، هذا ما ايضا نراه، ولم تطرق لمرحله اخرى ما بعد اليسار واليمين الى نتنياهو وما هو ليس نتنياهو، وهذا ما رسمه في الراي العام لدى الجميع، انه اذا وهذا ما صرح فيه اول سيناريو صرح فيه أو أول تصريح صرحه يوم أمس أو هذا الصباح المبكر من هذا الصباح، يمكن أن أستغني عن صوتي لكن لن أستغني عن الدول أو لن نستغني عن الدول، نتنياهو تحديدا هذا ما صرح به، حيث أنه يشكل وأنه يركز على الربط ما بينه وما بين الدولة وكأنهم قرينين لا يمكن التفريق بينهم. الأمر الذي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار
نتنياهو أمامه ثلاث نسخ لرجال كانوا في مراكز مرموقة في الدولة وهم قبعوا في السجون حاليا، يقبعون في السجون أو تخرجوا من السجون مؤخرا، وهو يرى كيف مصيرهم وكيف اندثروا من الساحة الإعلامية. لنقطة كلمة الأخيرة بدقيقة لو سمحت سيدة. نتنياهو لديه استراتيجية واحدة فقط، هو أن يبقى ملتصقا بكرسيه إلى أقصى حد ولتذهب الدولة الجحيم، لتذهب الدولة الجحيم. ولكن عندما ننظر إلى تقاسم المقاعد حتى مع هذا التغيير لا يوجد قانون حصن، لا يوجد ضم لغور الأردن، كل وعودات نتنياهو في الأسابيع الأخيرة ستتلاشت يوم أمس بفضل تصويت مواطني إسرائيل. وهذا أمر لا يجب ألا ننساه، أن التغييرات الحقيقية، التغييرات الجذرية على سبيل المثال ودعنا نتنياهو تحتاج بعض الوقت. نعم، إذن سأشكركم جميعا، ولكن ستبقي معي أنت والسيد زهير بهلول، وأشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي والإعلامي السيد إيهاب جبارين. مشاهدي الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود على رأس الساعة القادمة استمرارا لهذه التغطية الخاصة حول نتائج شبه النهائية والرسمية للانتخابات الإسرائيلية. فابقوا معي.